انتشر بين الناس ما يسمى بالجمعيات أو جمعيات الموظفين، حيث يقوم جماعة من الأصدقاء بالاتفاق على إخراج مبلغ معين من كل واحد منهم كل شهر، وجماع هذا المبلغ يعطى أول الشهر لأحد الأعضاء. فما أحكام هذه الجمعية؟ وما أثر تغير قيمة العملة فيها؟ وكيف التصرف إذا أعسر أحد أعضائها أو انقطعت أخباره؟ انتظرونا يوم السبت في برنامجكم درهم ودينار حتى نتعرف على أحكام جمعيات الموظفين في الشريعة الإسلامية.